وعودة إلى خبر التطور الكبير في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار تطوير البنية التحتية في جمهورية مصر العربية، بينضم إلينا هاتفيا المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق. يعني تطوير هائل خلال السنوات القليلة الماضية بقطاع المياه والصرف الصحي، أهمية هذا التطوير وما يقدمه بشكل مباشر للمواطن المصري. مهندس طارق هل تسمعني؟ الو يا فندم. يعني تطوير هائل يعني شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية بقطاع المياه والصرف الصحي، أهمية هذا التطوير وبشكل مباشر كيف يستفيد منه المواطن المصري؟ أهمية يا فندم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تكمن في أن دي خدمة أساسية لا يستطيع أي مواطن موجود على سطح الأرض الاستغناء عنها. ما يستطيع احد ان يعيش بدون كوب مياه نظيف طبيعي وبدون التخلص الامن من الصرف الصحي. تطور شهدته مصر يا فندم من 2014 لغايه النهارده، ده تطور كبير جدا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. هنقول بعض الارقام البسيطه جدا والمؤشرات اللي بتدل على احنا كنا فين في 2014 وصلنا فين النهارده. قطاع مياه الشرب حضرتك كنا نسبه تغطيه في 2014 97% من السكان، قدرنا نرفع النسبه الى 98.7% من سكان الجمهورية. نعم. يتبقى لنا 1.3% من السكان فعلا ما عندهمش خدمات مياه شرب، دول حضرتك اغلبهم مركزين في اطراف المدن او اطراف القرى او اطراف النجوع. نعم. كانوا خارج الحيز العمراني اثناء تنفيذ المشروعات وبعدين دخلوا الحيز العمراني بعد نهو هذه المشروعات. ده بنعمله النهارده حضرتك مد وتدعيم داخل مبادره حياه كريمه توصيل الخدمه ليهم. نعم. تتبقى لنا بعد نهو المد والتدعيم لهذه المناطق هي المناطق التي الموجوده خارج الحيز العمراني سيتم خدمتها بعد نهو قانون التصالح. نعم. حضرتك برضو عشان تكون في مصداقيه مع اهالينا، طبعا حد هيسالني سؤال يقول انا النهارده ما توصل لي 10 ساعات او 12 ساعه في اليوم، انت عددني من ال 98.7% ولا من ال 1.8%؟ لا، بما ان حضرتك الخدمه وصلت لسيادتك 10 ساعات فانت سيادتك من نسبه ال 98.7%، بس الدوله مش ناسيه سيادتك، الدوله النهارده بتعمل انشاء محطات جديده داخل مبادره حياه كريمه لتدعيم الخدمه داخل هذه المناطق. نعم. عندنا في ال 25 مركز التابعين لوزاره الاسكان 35 محطه مياه شرب جديده لتدعيم الخدمه داخل هذه المناطق. نعم. حضرتك خلصنا خمسه منهم وجاري تنفيذ الباقي طبقا لبرامجه الزمنيه، فالوضع في مياه الشرب وضع مطمئن جدا، بدليل ان احنا حضرتك النهارده عندنا 33.6 مليون متر مكعب في اليوم. نعم. بيضخوا يوميا في الشبكات الموجوده عندنا لخدمه جميع اهالينا. كانت المشكله الكبرى للدوله المصريه يا فندم وخصوصا وزاره الاسكان هي مشكله الصرف الصحي، وده اللي كان متأرك فخامه الرئيس من 2014. نعم. لان حضرتك لو وخصوصا الصرف الصحي الريف المصري، حضرتك نسبه التغطيه في 2014 كانت 12% من سكان الريف فقط، يعني 12% من عدد السكان كان عنده خدمه صرف صحي و88% من السكان ما عندهمش خدمات صرف صحي. نعم. قدرنا في الفتره من 2014 لغايه 2021 نشتغل في المرحله الاولى من المشروع القومي لصرف صحي القرى. نعم. رفعنا نسبه التغطيه من 12% الى 40%. اخترنا القرى في الاول طبقا للقرى القريبه من المجاري المائيه. نعم. اللي بتوصل المجاري المائيه مباشره. طب يعني مهندس طارق، اذا تحدثنا عن حياه كريمه اذا نتحدث عن كوب مياه نظيف وايضا يعني صرف صحي يعني يامل به المواطن البسيط جدا في مصر. حضرتك تحدثت على ما هو قادم ورفع من 12 إلى 40% من تقديم هذه الخدمات، أطمع في تقديم المزيد، ما هو الجديد في هذا القطاع في الفترة القادمة؟ الجديد يا فندم في الفترة القادمة أن احنا حضرتك كافة مشروعاتنا هنعملها في مراكز حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة. نعم. احنا عايزين نثبت كده عندنا 25 مركز اللي هم تابعين وزارة الإسكان في المرحلة الأولى، عندنا حضرتك مد وتدعيم 700 مشروع للمد والتدعيم في اطراف الشبكات داخل هذه المراكز. نعم. هنا 300 مشروع والباقي جاري تنفيذه طبقا لبرامجه الزمنيه. عندنا 35 محطه مياه شرب جديده يتم تنفيذها، انا هنا خمسه والباقي جاري تنفيذه. حضرتك النهارده ما نسيناش ان كان في توجيه من فخامه الرئيس بان احنا حضرتك نرصف الطرق بين القرى وبعضها او بين القرى والمدن عشان سهوله الحركه لاهالينا. النهارده بنعمل نقل للمرافق الموجوده سواء مياه الشرب ولا الصرف الصحي المتعارضه مع مسارات الرأس، عشان حضرتك لما ارصف الطريق يكون عندي مواسيري موجوده في جانب الطريق. صحيح. بنيه تحتيه طبعا. نعم. بنيه تحتيه متكامله. حضرتك نهينا منهم ما يقرب من 300 مشروع من ال 500، اسف 200 مشروع من ال 500 وباقي جاري تنفيذه. في مشروعات الصرف الصحي يا فندم احنا يخص وزاره الاسكان من 25 مركز حوالي 700 قريه،
نهينا لغايه النهارده حوالي 160 قريه من هذه القرى. نعم. والباقي جاري تنفيذه طبقا لبرامجه الزمنيه بنسب تنفيذ بدءا من 30% الى 90%. لان حضرتك النهارده ولا يسعنا الا ان نقدم الشكر لوزاره التنميه المحليه بجهتها المختلفه اللي قدرت توفر ما يقرب من 600 موقع لمحطات الرفع او محطات المعالجه في زمن قياسي جدا كنا بنستغرق سنوات قبل مبادره حياه كريمه. نعم. عشان نحصل على هذه الاراضي. الحمد لله توفرت هذه الاراضي وجاري تنفيذ فيها وان شاء الله سيتم رفع النسبه. نعم المهندس طارق الرفاعي، المهندس طارق الرفاعي شكرا جزيلا لك، معاون وزير الاسكان للمرافق.